يعتمد باليمين وبيمسك على هو واحد من علامات الساحرة المستديرة الذين شاركوا في تتويج القلعة الحمراء بالعديد من البطولات المحلية والإفريقية. هو الجنتلمان شريف عبد المنعم، من مواليد 13 من ديسمبر عام 1959، وكان واحدا من رواد مركز الجناح الأيسر في نهاية فترة السبعينيات وبداية الثمانينيات، وشكل ثنائيا متجانسا مع أسطورة القلعة الحمراء الكابتن محمود الخطيب بفضل سرعته واختراقاته داخل دفاعات المنافسين. شريف عبد المنعم ولعبها طويلة عكسية على الخطيب راسته ولعبها يا سلام. تعرض في قمة تألقه لظروف الإصابة الخطيرة بعد نجاته من حادث سيارة أثناء قضاء إجازة خاصة مع بعض الأصدقاء، وعلى الفور قام النادي الأهلي بالإجراءات السريعة لعلاجه وإسعافه، وذلك بقرار سريع ومباشر من المايسترو الراحل صالح سليم رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في ذلك الوقت، الذي قرر سفره لإنجلترا للعلاج. وكان لهذا القرار العاجل أثره الكبير في سرعة علاجه وعودته للملاعب من جديد. ويعد عبد المنعم من لاعبي الكرة المرموقين الذين جذبتهم الشاشة بأضوائها الباهرة، فقد نجح شريف في أكثر من عمل سينمائي ليصبح واحدا من نجوم الفن. بعد اعتزال شريف عبد المنعم الكرة كنجم دولي، قام الأهلي بتكريمه بصورة تليق بتاريخه الرياضي الحافل والمشرف، وقد آثر بعد الاعتزال عدم العمل في مجال الكرة رغم خبرته وكفاءته، وتفرغ تماما للسينما، وسرعان ما ملك قلوب جماهير الفن ليمزج بين موهبة لاعب كرة القدم والتمثيل ومن ثم الديكور والهندسة. فبعد أن كان لاعبا في النادي الأهلي تخرج من معهد التعاون وأصبح مهندس ديكور. شارك النجم شريف عبد المنعم في العديد من الأفلام، أبرزها فيلم عودة الهارب وفيلم إمبراطورية الشر، وهو ما لا يدع مجالا للشك أن الكابتن والفنان شريف عبد المنعم أسطورة أهلاوية تألقت على صعيد الكرة والفن. أيها السادة، إلى اللقاء.